أحبتنا متابعي برنامج عين على المشرق، أسعد الله أوقاتكم ومرحبا في هذه الأمسية الطيبة، أمسية نسمع فيها عن خبرات، هذه الخبرات أثبتت أن الإنسان في وطننا وفي مجتمعنا هو أغلى ما نملك. عندما نطالع في الكتاب المقدس وفي إنجيل متى، كنت محبوسا فزرتموني، نقرأ كيف على الإنسان أن يمد يده لأخيه الإنسان، أن يحب أخاه الإنسان، كل إنسان. هذه الآية ظلت في ذهني وفي خاطري وفي بالي كثيرا عندما اشتبكت في عمل مع جهاز الأمن العام في وطننا الحبيب، وبالذات مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وهناك تعرفت على جهد عظيم رأيته بأم عيني ولمسته. لقد استغربت أن أرى سجانا يلعب مع سجين، وانفتحت أمامي كل تلك الصفحات التي تشهد على أن الإنسان وكرامة الإنسان تحترم حتى خلف أسوار السجن، حتى خلف أسوار مراكز الإصلاح. أحبتنا، يبدو أن خلف أسوار السجون مجتمع، وهذا المجتمع هو إنسان، وهذا المجتمع هو مواطنون، هم بحاجة كما نحن خارج أسوار السجون إلى التعليم، إلى العيش بالقدوة، وإلى التجهيز والتأهيل للقيام بالخدمة. لن أدخل أنا في انطباعاتي وما خرجت منه من عبر ودروس أفخر بأنني اكتشفتها في وطني، لهذا كان إصراري على مدى الأشهر الماضية أن أستضيف هذا الرجل الذي تعب واشتغل ورأيت ثمر جهده، إنه صانع لأعجوبة أن يكون السجان والسجين معا. السجين يقضي عقوبة ويقضي مدة محكومية، والسجان يحرص على إنفاذ القانون، ولكن يحرص على أن يتذكر أن هذا المحكوم هو إنسان، إنه أخوه الإنسان. في هذا المساء أتشرف بأن أستضيف في هذا البرنامج عطوفة اللواء الدكتور عمار القضاء، الدكتور المختص في القانون، والذي كان حريصا على تطبيق القانون ونصوص هذا القانون، ولكن قانونه كان أن يجعل من مركز الإصلاح مدرسة ومدينة متمدنة ومجتمع طيب. رحبوا معي بعطوفة الباشا. مساء الخير يا سيدي. شكرا. مساء. شرفتنا ابن نبيل. شرفتنا يا باشا. عمار باشا، اشكرك على هذه الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج المعروف، ونحن نعرفك صاحب اللغة وصاحب البيان. العفو. ولي كل السعادة والفخر أن أتحدث معك في هذا الجانب اللي سبق أن رأيته بأم عينك على أرض الواقع بصفتك عضوا في
المركز الوطني لحقوق الإنسان. فكل الشكر مرة أخرى لك والطاقم اللي موجودين معنا في هذا المكان، وإن شاء الله جاهزين أن شرفتنا يعني يا باشا، شرفتنا يا باشا. الله يسلمك. أنا يعني أنا غادرت بعد الزيارات التي تشرفت فيها، غادرت سجن سواقة، سجن، وأنا مندهل بهذا الإنجاز العظيم. إيش هو السجن يا باشا؟ إيش ما هو السجن؟ وسيدي لا يوجد مصطلح السجن ليس متداول في نصوص قانون العقوبات، يعني هيك يعني نأخذ فكرة بسيطة من الموضوع. نحن نتحدث عن المكان، المكان أو اسم الإدارة إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، وموزع بها عدة مراكز. لفظ السجن يذهب بنا إلى المكان الذي يودع به من صدر بحقه مذكرة توقيف أو مدة محكومية. فالسجن هو للمكان، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وهذا في القرآن الكريم. السجن هو المكان الذي تغلق وتقصد به الأبواب على من يستحق الوجود بداخله. لكن في النصوص القانونية وحتى في قانون التشريعات الجزائية لا يوجد لفظ السجن، توجد عقوبة الحبس، لأن أنواع العقوبة بشكل عام تبدأ من الإعدام، ثم الاعتقال، الأشغال المؤقتة أو المؤبدة، ثم الاعتقال المؤبد، ثم الأشغال المؤقتة، ثم الاعتقال المؤقت. هذه ثم هذه للجنايات. أما بالجنح فيسمى حبس، والحبس هو عقوبة، والمكان الذي ينفذ به هذا الحبس هو السجن بمعنى لغة أو باللغة العربية. فإذا نحن ارتأينا، والدولة الأردنية يعني والتشريعات الأردنية سمت هذا المسمى، وصدر القانون مراكز الإصلاح والتأهيل في عام 2004، وأطلق اسم مراكز الإصلاح والتأهيل لكي تدفع عنها هذه الهالة وهذا الخوف الذي ينتاب من يدخل إلى هذه المراكز بمسمى السجن. فلان يعني بالسجن، مسجون، ودوه على السجن، أخذوه من السجن، رجعوه على السجن. فلفظ جاء لإطار إنساني وإطار إصلاحي ورؤية لتأهيل هؤلاء النزلاء حتى يمنعوا من ارتكاب وتكرار الجرائم بما يعرف بالعود الجرمي. فبدل أن تكون هذا هو يقضي العقوبة، يقضي العقوبة. لا مجال في ذلك، يعني أن نشك إنه هذا الإنسان موجود ضمن أسوار، والمكان هو سجن بالمفهوم الواقعي. لكن الرؤية الأوضح والأشمل والرؤية المستقبلية كما يدل الاسم، اتخذ هذا الاسم مراكز إصلاح ومراكز تأهيل، وتوضيح لهذول الكلمتين المصطلحين. الإصلاح يعود بتقويم مسلك هذا النزيل على ألا يعود إلى ارتكاب الجريمة، يعني الردع الخاص لمن هو موجود داخل هذه المراكز، فيمتنع عن ارتكاب هذه الجرائم أو أن يكرر جرائمه. أما التأهيل فيعني تمكينه من توظيف مقدرته وقدراته واستثارة هذه القدرات وجلبها وتوجيهها نحو تعليمه مهنة معينة تمكنه من يعني أن يمتهن شيء يكسب عيشه ويعمل به ويترزق منه حال الإفراج عنه من مراكز الإصلاح والتأهيل. فالإصلاح يعود على يعني تقويم سلوك هذا الإنسان من خلال برامج كثيرة، إذا في أسئلة حولها نتحدث عنها فيما بعد. البرامج كثيرة والتفاصيل كثيرة يعني ومتشعبة. أما التأهيل فهو إعداده فنيا إذا كان لديه القابلية، ودون يعني ضغط ودون يعني استثارة يعني أو إجبار، بأن يتمكن من تعلم شيء معين، حرفة معينة، هو أصلا لديه ميول أو رغبة ابتداء بأن يتعلم شيء معين، أو عنده قابلية لأن يتعلم ذلك الشيء. فإحنا دورنا أن نوفر له البيئة المناسبة لتأهيله مهنيا حتى يتمكن من الانخراط
وتكون عودة المجتمع عودة آمنة بحيث ينخرط بما تعلموا داخل مراكز الإصلاح والتأهيل. وأنت شفت تجارب وجاءت قنوات يعني دولية وعربية، يعني أذكر منها يعني على سبيل القناة الجزيرة وسكاي نيوز العربية، نعم صوروا وشافوا قصص نجاح تم تصويرها وتوثيقها ممن أفرج عنهم وامتهنوا هذه المهن واندمجوا في المجتمع. فهي هي الفكرة، العقوبة هي عقوبة، يعني عقوبة الحبس هي مسماها العقوبة، ولا يجوز أن نقول إنه هذه المراكز تحولت إلى في عهد ما أو أثناء يعني فترة معينة إنه صار فيها رخاء وصار فيها نوع من الاحترام. أنت تتعامل مع إنسان وتعامل مع تريد أن تقوم إنسان، وقد يكون هذا الإنسان قد عانى من ظروف وفشلت البعضها، بقول فشلت بعض الأسر في أو لديها ظروفها الخاصة. نعم. عندها يعني كل واحد عنده مصايبه زي ما بيحكوا، إنه أن تقوم سلوك هذا الإبن فجنح أو تعرض إلى جريمة معينة. نعم. يعني معظم نزلاء مراكز إصلاح والتأهيل ليسوا من النوعيات اللي كل واحد دخل مركز إصلاح والتأهيل يعني هو شخص غير منضبط وشخص يعني لديه مسلكيات جرمية، لا سيدي ليس هكذا الأمر. نعم. إنه قد يجبر إلى ارتكاب جرم أو يدفع بجرم عن نفسه وبضطر. نعم. أحيانا ردة فعله بتكون وبدخل. نعم. هذا المركز باشا، مراكز الإصلاح والتأهيل هي مرافق سجون حبس. نعم. عدالة. نعم. مراكز العدالة. نعم. العدالة تقتضي أن ذراع للعدالة. نعم. نعم. العدالة تقتضي هذه العقوبة. نعم. فقه العقوبة. نعم. وعلاقة العقوبة مع عنوان هذا مراكز إصلاح. نعم. وتأهيل. نعم. يعني إلى أي مدى أنت ترى أنه كان عندكم القدرة على استعادة الانسجام. نعم. ما بين هذا يعني هذه العلاقات الاجتماعية. نعم. اللي تتمزق بفعل أو بسبب الفعل الجرمي. نعم. يعني شفنا قصص، حدثنا عن هذه الموازنة سيدي. العقوبة ابتداء، العقوبة هي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. نعم. وقانون العقوبات إنما وجد ووضع بناء على فلسفة محترمة يقصد منها حماية الأمن المجتمعي والسلم المجتمعي، وحيثما يوجد هذا الإنسان في أي مكان كان توجد الجريمة. هذه النصوص الجزائية التي جرمت أفعالا ما لأنها تشكل خطرا على الآخرين، ويجب أن يكون هناك حدود للسلوك البشري، ويجب أن يكون هذا السلوك منضبطا وخاضعا إلى قوالب قانونية ونصوص تشريعية تمسك ويعني تحد من أي نشاط جرمي، وهو ما يعرف بالسياسة الجزائية أو التشريعية. نعم. العقوبة فلسفة العقوبة هي أن تجعل هذا الشخص يعني لا يعيد ارتكاب هذا الفعل، وهو ما يعرف بالردع الخاص. نعم. كما أن تردع الآخرين، وهو ما يعرف بالردع العام، بأن لا يرتكبوا هذا الفعل لئلا يذهبوا جزاء على ما اقترفوه إلى داخل مراكز إصلاح والتأهيل. نعم. فهذه فلسفة العقوبة لا غنى عنها. ما في جريمة في كل ما في دولة في العالم إلا فيها الجريمة، ونحن نسمع يعني كثير من هذه القصص وكثير من هذه الجرائم اللي انتشرت في كل دول العالم بسبب انتشار الناس وكثرة أعداد الناس وتداخل مصالح الحياة والخلافات والتشعبات ونكد العيش، ويعني أمور كثيرة أسباب ودوافع الجريمة، مجال في علم. نعم. الإجرام. نعم. يدرس هذا الأمر وله اتصالاته مع المشرعين الذين يحاولون أن يجدوا نصوصا تتناسب أو قوالب تتناسب مع الأفعال أو الأوصاف الجديدة أو المستجدة، زي ما حدث في أو سمعنا عن جريمة الزرقاء، الفتى. نعم. الفتى اللي صارت معه القضية. يعني لم يعاني المجتمع الأردني مثل هذا النوع من الجرائم، فكان من الواجب إنه المشرع يتوجه
إلى أن يعالج الآن في خلل معين هذه العقوبة التي تطال مثل هذه الأفعال الخطيرة جدا والدخيلة على المجتمع الأردني، تحتاج إلى علاج تشريعي وإلى تغليظ العقوبة وإعطائها وصفا قانونيا بحيث يجرم الفعل وتحدد له العقوبة. وكان مسلك المشرع الأردني الكريم يعني جيدا في هذا التوجه، إذ عالج ذلك في قانون العقوبات الجديد الذي صار أظن بنهاية شهر 24/6 أظن، ووضع عقوبة الإعدام إذا نجم عن فعل بلطجة، قطع عضو أو عاهة دائمة أو يعني موت نفس من هذه الأفعال والاستعراض بالقوة وإلى آخره، عرفها القانون أعمال البلطجة. إذا نجمت عن هذه الأفعال فتصل درجة العقوبة إلى الإعدام، وهذا شيء محمود. لذلك العقوبة تمشي بتوازن طردي مع عدد الجرائم ومع ما يستجد من جرائم، يعني مراجعة العقوبات. نعم. أو قانون العقوبات. نعم. هذا مطلب يحتاج يتجدد. لذلك سابقا تم تعديل كثير من نصوص القانونية، وأنا كنت عضو يعني في إحدى مشاريع القانون التعديل قانون العقوبات، إذا بتذكر في الجريمة اللي صارت بإحدى المحافظات، إلقاء المادة الحارقة على فتاة. نعم. قاصر. نعم. دون يعني السن القانوني، أخذت صدى وبعد. تم تعديل ذلك في المادة 334 على 1، اللي هو إضافة نص قانوني خاص بإلقاء المادة الحارقة أو الكاوية أو المشوهة على الوجه، واعتبرت جناية لا تقل عقوبة عن 7 سنوات. وإلا نعم، كثير من الحالات أو من الأفعال إذا ما انتشرت فأنت الآن هناك خلل معين يحتاج إلى تقويم، فللعقوبة فلسفي في حماية أرواح الناس. صحيح. وأموالهم وممتلكاتهم. وجهاز الأمن العام كما تعلم أنه هو الجهاز المعني مباشرة وهو المستجيب الأول. صحيح. في تلقي هذه الإخبارات والشكاوى، وبالتالي العبء عليها كبير جدا، وجهاز يبذل من الجهد الكبير جدا في هذا المجال في مقاومة. نعم. الجريمة وضبط مرتكبيها وتحويلهم إلى القضاء، وكشف طبعا بعد كشف ملابساتها وأدلتها. نعم. وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاؤهم العادل. هو المألوف المعروف أنه أجهزة الأمن. نعم. واجبها أن تحافظ على الأمن في. نعم. المجتمع طبيعي. نعم. والنظام العام. وهناك عنصر أخلاقي بعمل إدارة السجون. نعم. هو كما يبدو من العنوان هو تصحيح وإصلاح الطرف المذنب. نعم. ويبدو أنتم ما توقفتوا عند إصلاحه. نعم. أنتم تجاوزتوا ذلك، صار في تفاعل إلى أكثر، أنه تجاوزت العقوبة في الإصلاح طبعا إلى إعادة تأهيل أخر. يعني. نعم. أنا بدي أغشش جمهوري وبدي أقول لهم أنه أنت شاركتني بتجربة حكيت لنا عنها، أنه أحدهم أكمل منجد، مش هيك منجد؟ نعم. حكينا. نعم. حكينا عن هذا المنجد سيدي كحالة. هي التدريب المهني، التدريب اللي وهو يدخل في باب التأهيل. نعم. هذا التدريب احنا عندنا كان في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل اللي الآن يقوم عليها زملاء ومدراء نفخر وأفخر بهم شخصيا لأنهم اشتغلوا معي. نعم. وكانوا مبدعين وفهمنا على بعض، نحييهم. نشكرهم، نشكر جميع مرتبات هذه الإدارة. نعم. القوية. نعم. والعزيزة. نعم. واللي دورها حساس جدا. نعم. صحيح. ويساهم باحتضان هذه الفئة اللي نظرة المجتمع ينظر إليها إنه يعني داخل السجن، نعود إلى كلمة السجن. نعم. نعم. فدورهم بأن يقوموا هذا السلوك، وهذا دور ريادي ولا يستطيع أن يقوم فيه أي إنسان عادي. ترى يعني بعض العائلات عنده 5 أولاد، ولد واحد بغلبه له يعني إشكالات كثيرة جدا. نعم. عرفت كيف؟ إلى درجة يعني أمور كثيرة لا نريد أن ندخل فيها، أمور أسرية كثيرة. نعم. فما بالك لما يكون عندك عدد 19,500 و720,000 نزيل موزع على هذه مراكز الإصلاح والتأهيل، ويعهد إلى كل مدير مركز بالإشراف على هذه الحالات ومتابعتها. شوف الجهد الأمني والاستخباري والإداري والخدماتي
حتى تتمكن من السيطرة على هذه الفئة، وليس فقط السيطرة عليهم مقصود، لا بالقوة، ولا احنا بدنا نتجاوز هذه الخطوط ونطبق رؤى يعني جلالة ملك البلاد حفظه الله ورعاه، انه في رسالته الموجهة الى عطوفة مدير الامن العام بتذكر مازن باشا القاضي، ان تكون هذه المراكز ليست فقط مراكز لانقضاء العقوبة، يجب ان يكون هذه المراكز مؤسسة على برامج إصلاحية وتأهيلية، من خلال هذه البرامج نعيد جدولة ونعيد حسابات صناعة مع مسلكية هؤلاء الناس. نعم نعم. هذه الجملة أنا كتبتها على باب الإدارة، وبلشنا بترجمتها، لأنه فعلا أنه بحاجة أن نقرأ وأن نطلع، ونص القانوني موجود أنه يعهد إلى إدارة مراكز إصلاح والتأهيل حفظ الاحتفاظ بالنزلاء، وأيضا تقديم برامج إصلاحية وتأهيلية. بس إحنا نريد أن نترجم هذه الرؤية، نريد أن نطبقها. كيف نطبقها؟ كيف نجعل من هذا الإنسان إنسان موالي، إنسان يشعر بذنبه ونفسه تلومه، النفس اللوامة تلومه أنه أنا موجود هون بسبب خطأ ما ارتكبته أو جرم ما ارتكبته، بغض النظر عن ظروف الجريمة، لأنه القانون الحكم هو عنوان العدالة. نعم. الحكم هو عنوان العدالة، فلذلك نحن نعتمد أن هذه المحكمة أصدرت قرار، انتهينا الآن ينفذ هذا القرار. أن يشعر هذا النزيل أنه فعلا ارتكب هذا الخطأ وهو موجود بسبب ما اقترفته يداه. نعم. يعني بدون ما نقدر ندخل بتفاصيل أنه والله هذا لا والله مظلوم، هذا مش مظلوم، هذا هيك ظروف القضية، هذا دور المحكمة، هذا ليس شأننا. نعم. الآن لما بيجي هذا النزيل، ما هو الأفضل؟ إنه أنا أطبق عليه يعني أن أعامله بعنف، أعامله بنوع من الحقد. هذا النزيل انقطع عن أسرته وعن عائلته وعن أصدقائه. نعم. وعن محيطه وعن عمله وعن أبنائه وعن الطعام الذي كان يشتهيه وكان يطلبه وعن كل برامج حياته، انقطع ودخل إلى مراكز إصلاح والتأهيل. داخل مراكز إصلاح والتأهيل إذا ما إحنا ساعدنا على تحمل هذه الصدمة النفسية، أنا بأكد لك إنه هذا النزيل سيدخل بانتكاسات نفسية أو عقلية قد تودي به إلى المرض أقل تقدير، هذا إذا لم تودي به إلى مثلا الانتحار أو إلى الاعتداء على الآخرين أو ارتكاب جرائم داخل مراكز إصلاح والتأهيل. إذا تحملنا هذه النظرة، إذا بدي أقول لك أنت قبل المنجد، يعني لما النزلاء مجموعة نزلاء يطلبوا أكل معين، هو يتأمل من إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أنه يتأمل أن يكون عنده مثلا أكل معينة، وإحنا بدورنا نأمر مباشرة بإعطاء النزيل هذا الطعام الخاص. أنا شفت هذا الحكي، شفت هذا الكلام. طيب. ردة فعل هذا النزيل، والله يجد ذاته، والله فنجان قهوة بغليها بإيده على كيفه زي ما بده، بشوف حاله أنت شلت من الضغط النفسي الكبير جدا عليه. النزيل في إحدى زيارات العيد الماضي، أحد النزلاء ابنه حضر إلى المركز، كان عمره ابنه سنتين، إحدى المراكز، حكوا لي الشباب قالوا لي ما رضيش يتعرف على أبوه، ما قدر يتعرف على أبوه. ليش ما تعرف على أبوه؟ لأنه أبوه بالسجن، هو بشوفوش. قلنا لهم أعطوه ثاني يوم وأعطوه ثالث يوم حتى يتعرف على أبوه، فعلا زار 3 مرات لغاية الالتقاء بابنه. طيب هل تتوقع أنه هذا النزيل يرتكب مسلكا خاطئا؟ هل تتوقع أنه هذا النزيل بعد هذه المعاملة أن يعود يعني راح يشعر بنفسه أنه إذا لامته نفسه ودخل في هذا الصراع الذاتي مع نفسه، لأنه النفس دائما أمارة بالسوء، فإذا أحيينا في هذا الجانب النفسي الجيد لتقويم مسلكه والتفكير أنه هو الغلطان، والله الشرطة كويسين، والله نزيل ثاني قالوا هذا النزيل من النزلاء الجنائيين الخطيرين جدا، فأمه ممكن تيجي ممكن ما تيجي، منا الموافق عليه هذا أثناء وجودي مديرا لمراكز الصلاة والتأهيل. نعم نعم. طبعا فقلنا له حتى لو كان جيبوا أمه واحترموا أمه وخليها تزوره، خلينا نجرب أول مرة. طلب ثاني، راح ثاني مرة، بعدين بيحكي معي مدير أحد المراكز بيقول لي مسلك هذا النزيل والله عدل وتغير وهو من ذوي القيود الحافلة والكبيرة أو الكثيرة. نعم. عددا يعني يعني زي ما بيقولوا بيشتري الشر مشترى. فإحنا لما نصل مع هاي المراحل مناش نجعلهم يفقدوا الأمل، بكفي نظرة المجتمع إله، لا يفقد الأمل، نظرة الوصمة، هاي نظرة الوصمة. أيوة. المجتمعية إلى هذا النزيل الذي ارتكب فعل خاطئ ودخل بموجب، نظل نقول أنت مجرم، أنت مجرم، هذا مشكلجي، هذا كذا،
خلص نشأت عنده هذه الفكرة وزرعت فيه، لأنه لا مجتمع يرحم ولا غير مجتمع يرحم. فلذلك يعني ما بينما لما ندخل بهذه النتائج ونعاملهم إنسانيا. نعم. وانت شفت المباراة اللي كانت والدوري عملنا ترى بعديها قبل إحالتي على التقاعد دوري. نعم. كرة الطائرة بنفس الآلية وهي. نعم. الشباب يعني. نعم. مستمرين إن شاء الله فيه. النتائج كانت مذهلة جدا، وزيلت الحواجز بين السجين والسجان على رأيك. كان لها أثر كبير جدا على هؤلاء الناس وعلى تقويم أنفسهم، وطلعوا كان عدد الحضور تقريبا 100 اللي حضروا المباراة، ما كان في أي مخاطر، تنفيس كبير جدا لهم. هذا كل النشاطات الانضباط الذي كان عند انت شفته بعينك يعني. نعم. والطريقة اللي بيلعبوا فيها مع الـ مع الـ مع سجانيهم مع الشرطة. نعم. والطريقة اللي بتعاملوا فيها مع. نعم. أنا أحسست بأنه لا أبالغ إذا قلت أنه سواقة لم تكن كما رأيت مركز إصلاح وتأهيل، لم تكن حبسا، لم تكن سجنا، كانت مجتمعا يكاد يكون مجتمع منتظم. نعم. منضبط. نعم. ولاحظت الطريقة اللي بتعاملوا فيها المساجين مع 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 رجال الشرطة. نعم. سيدي أنا بدي أسأل عن لما بيجوا المساجين كيف بتصنفوهم أنتوا يعني هالناس سيدي. اللي كانوا يلعبوا كرة القدم. نعم. في تلك المباراة. نعم. الشيقة. نعم. في منهم مجرمين خطيرين بيكونوا أو يعني لا. كيف يتم تفويجهم، كيف يتم. نعم. فرزهم سيدي. إحنا اللي بصير إنه أثناء دخول يعني أي مجموعة من النزلاء. نعم. باليوم الأول دخولهم بيدخلوا على 4 مراكز فقط بالمملكة الأردنية الهاشمية، إربد وماركة وبيرين للوسط والعاصمة، وبالجنوب للطفيلة. يعني إذا أصدر مدعي عام مثلا العقبة أمر بتوقيف شخص معين على جرم ارتكبه داخل محافظة العقبة. نعم. ما بتوقف بمركز إصلاح وتأهيل العقبة، بروح على الطفيلة. هذه الإجراءات المراكز الإدخال الأربعة. نعم. لغايات السيطرة على موضوع تفشي وباء كورونا وأزمة كورونا. نعم. فهون هاي اليوم الأول لهم يتم استقبالهم وأخذ العينات اللازمة منهم وعزلهم دون تصنيف، بغض النظر خطير ولا مش خطير. الهدف من ذلك تحديات الوضع الصحي وانتشار الوباء، والأردن. نعم. وبالذات مراكز إصلاح والتأهيل لم تتجاوز النسبة فيها 1.5 إلى 2%، يعني أقل من الخارج. على الرغم من وجود أعداد مثلا زي مركز إصلاح وتأهيل السواقة 3400، وفي عندنا مشكلة كبرى وهي الاكتظاظ، وهي تحدي. نعم. كبير جدا كانت أمامنا بأن نسيطر على الوضع الوبائي. صحيح. وأن نصنف الأشخاص الخطيرين، نبعدهم عن الأشخاص غير الخطيرين. كبار السن بروحوا لجهة معينة، اللي عنده مرض معين بروح إلى بده خدمات أفضل بدروا على جهة معينة. من يتمتعون يعني عوامل التصنيف بقوة بدنية، بقيود سابقة، درجة خطورته، مدى يعني قابليته لأن يعتدي على الآخرين، هذه كلها تدخل في حسابات التصنيف. نعم. ومع ذلك بقيت الأمور بالتوازي مع موضوع المحافظة على الوضع الوبائي. نعم. داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سيطرنا والحمد لله رب العالمين، ونجحنا في أن تكون الأردن على مستوى دول العالم تجربة كبيرة ومهمة. نعم. واتصلوا فينا كثير من الدول من خلال وزارة العدل ومن خلال وزارة الصحة، اللي منقدم لهم الشكر المتواصل على رعاية النزلاء صحيا والتعاون مع مراكز الإصلاح والتأهيل. نعم. لهذه الغاية بمجال العيادات وموضوع اللقاحات اللي أخذوها تقريبا 95% من النزلاء. فهذا الوضع كله كان يعني فيه صعوبة وسترس قوي جدا على مرتبات مراكز الإصلاح والتأهيل. نعم. للسيطرة على جانب الوضع الوبائي، ثم تذهب إلى جانب الوضع اللي هو الاكتظاظ وكثرة أعداد النزلاء. نعم. وتجاوزها الطاقة الاستيعابية إلى نسبة تصل 150%،
150%، يعني الطاقة الاستيعابية 13,288 وصل 19,700. أنا يعني نعم. لحقت على كم دوري. مركز في عندنا بالأردن؟ إحنا عندنا 17 مركز. 17 نعم. هلا الأربعة هذول الأربعة استقبال. استقبال بعد ما ينتهوا من إجراءات الفحص والعزل 14 يوم. 14 يوم نعم. بعد. إذا نجحوا إنه ما عندهم أي أمراض سارية أو معدية أو فيروسات يتم نقلهم إلى باقي المراكز، حتى لما بتروح على مركز إصلاح وتأهيل سواقة يكون المركز خالي من هذا الفيروس نهائيا. وفيما إذا يعني فلتت حالة من هذه الحالات يتم اتخاذ العلاج الإجراءات العادية والقضاء على بؤرة هذا الفيروس إذا وجد في المراكز النظيفة الموجودة برا. فالحمد لله يعني هذه الظروف العادية اللي ما في كورونا. نعم. بيجي السجين على مركز استقبال؟ على نعم هسه ما زال احنا مستمرين لحد الان على نفس النهج، ما زال عندنا اربع سجون ادخالات لغايات السيطره، لانه هاي الان في معلومات وفي حالات جديده في موضوع الكورونا. واحد ارتكب جريمه قتل. نعم. قتل طالبه بالجامعه. نعم. ممكن بتحطوه هذا مع واحد عليه شك؟ هذا سيدي لغايه الادخال فقط، لغايه الادخال بالبدايه فقط. أما إحنا الهدف من ذلك قلت لك هو التأكد من نتيجة فحصه. نعم. الطبي. نعم. أيام بسيطة يتم التصنيف بناء على نوع الجرم المرتكب ومدى خطورة الشخص ومكان ارتكاب الجرم قد يكون. نعم. له دور. بصيرش مثل هذا الطالب أحطه على مركز إصلاح تأهيله بيرين وأهله والطرف الثاني المجني عليها قريبة مثلا من مركز إصلاح تأهيل بيرين. نعم. الآن كثير من الأسباب تدخل بمعايير تصنيف دولية بموجب اتفاقيات الأردن مشاركة بها مثل هذه الاتفاقيات، حتى الاتفاقيات اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان والأمم المتحدة ولغاية توحيد الإجراءات في التعامل مع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في كل دول العالم. اتفاقيات نيلسون مانديلا مثلا، هذه اتفاقيات دولية متعارف عليها ومنتشرة وموجودة ومناهضة التعذيب وما إلى ذلك. كثير من الاتفاقيات الخاصة بالنزلاء يجب تطبيقها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، والقانون ونصوص القانون أوجب القانون أن يتم تصنيف أصلا مراكز الإصلاح والتأهيل للموقوفين ومراكز الإصلاح والتأهيل للمحكومين، ويجب أن لا يلتقي يعني الذكور مع الإناث. لذلك موجود عندك مركز إصلاح وتأهيل النساء، هذا مفصول تماما عن. نعم. عن الإناث. طبعا. عن الذكور. نعم. الرجال نفس الشيء، في كبار السن، في من يعني اعتادوا الإجرام وعندهم سمات يعني وقابلية بأن يعتدوا على الآخرين أو على ما يملكه الآخرين، وبالتالي هذول الناس بده يكون لهم نظرة خاصة في عملية تصنيفهم في أجنحة خاصة لهم بعيدة. كل إدارة سجن، كل إدارة مركز فيها لجنة خاصة للتصنيف مشكلة في داخل المركز. لما بيصل هذا أول مرة بدخل المركز له فايل معين بتم تعبئة كل المعلومات المتعلقة فيه، إن كان من ذوي الأسبقيات والقيود الجرمية أو كان سجين نزيل لأول مرة أو. نعم. ثاني مرة أو رابع مرة، لأن هناك من اعتاد الإجرام في يعني كثير عدد، بديش أقول كثير يعني. نعم. بلاش نهول. نعم. الأمور شوي. نعم. إنه في أعداد من الجانحين المعتادين على الإجرام تتجاوز قيود 100 قيد واعتاد الإجرام وانتهن الإجرام. نعم. تجاوز 100 قيد بتلاقي متخصص إما بالسرقة إما بالاحتيالات إما بالسلب إما يعني تصنيفات جرمية، الإذاءات مثلا، الإذاءات البليغة. نعم. التي. نعم. يعتاد أن يرتكبها. نعم. هذا كله يدخل في حسابات تصنيف هذا الشخص، زائد مسلكه داخل المركز في المرات السابقة عندما كان. الآن موضوع الإرشاد النفسي وموضوع الإرشاد الاجتماعي ورعاية هذا النزيل والبدء بوضع خطة استراتيجية معينة على مستوى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل لغايات أن تصنف هؤلاء الأشخاص والتعامل معهم وتقويم سلوكهم وإدخالهم إلى برامج الإصلاحية زي ما ذكرنا لك والتأهيلية، الآن بيبدأ العمل عليهم من خلال مرشدين اجتماعيين ومن خلال مرشدين نفسيين يتم التعامل معهم ومقابلتهم ونشوف إذا في هذا الشخص عنده موهبة، إذا ما عنده موهبة، إذا عنده مهنة معينة يتم توظيفه مباشرة. عندك الآن ثلاث مشاغل كبيرة في سواقة واحد، بالموقر واحد، وبمركز إصلاح وتأهيل أم اللولو واحد. هذه المراكز أصبحت تنتج يعني مشغولات رهيبة جداً،
تم عرضها صحيح. بحرفية في الجامعات صحيح. وفي مهرجان جرش أظن صحيح. المهرجان جرش على الأبواب نعم. نظمنا أمور المهرجان جرش وكان عطوفة مدير الأمن العام متابع يعني مدير مهرجان جرش في هذا الخصوص مهتم بموضوع إنشاء المكان الخاص لعرض المشغولات. هذا الجهد الإصلاحي والتأهيلي لما يترجم على عرض الواقع من خلال الخزفيات جميع أنواع الأثاث يعني مكتب عطوفة مدير الأمن العام هو من إنتاج وأنت دخلت وشفته من مراكز إصلاح وكل مكاتب الأمن العام والدفاع المدني والدرك الآن من مراكز الإصلاح والتأهيل. هذا كل الجهد الإصلاحي لغاية تسويقه وتوظيفه لخدمة النزيل وإقناع النزيل أنه فعلا الآن أنت مهنة مثلا طرق النحاس بتنباع هذه القطعة لك منها نسبة معينة وبالتالي أنت تستطيع أن تؤمن نفسك وتصرف على نفسك داخل مركز الإصلاح والتأهيل نعم. وحال الإفراج عنك بتشتغل وتندمج فيه. فكانت فكرة المتجر الإلكتروني اللي هو أونلاين تستطيع أن تشتري في أي دولة من العالم بمراحله النهائية بعرفش الإخوان يعني أتوقع لمساته الأخيرة فقط نعم. هذا المتجر لبيع هذه القطع في كل دول العالم أونلاين من خلال الشركات نعم أونلاين وهي التجربة الأولى على مستوى العالم ودخلنا فيها مسابقة على مستوى العالم مشرف عليها الأمم المتحدة وإن شاء الله إنها راح تفوز يعني إن شاء الله. لأنه فكرة ريادية لغاية تسويق هذا الجهد نعم. الإصلاحي ومشغولات النزلاء وتسويقها على العالم حتى نمكنهم من الاستمرار بعملية الإنتاج وأيضا توجيه الغير أو الآخرين إلى جذبهم نحو امتهان أو تعلم مهنة معينة لهذه الغاية. باشا برامج الترفيهية والبرامج التعليمية للسجناء يعني هل واجهت مقاومة؟ أنا كل ما بنحكي سجن وأنا أكرر فخري بما رأيت يعني معقول هذا الأردن وهذا الجهاز الأمن العام الذي يحترم إنسان المحبوس المحكوم يحترمه وبيوقره وبيدير باله عليه نعم. يعني أي ثقافة يمكن أن نصف فيها يعني ما تحقق عندنا نعم. ونحن نرى سجن كان اسمه سجن أبو غريب نعم. يعني نعم. شفنا تدنيس الإنسان نعم. وكرامته هيك. وامتهانه. أنت قلت لي أنه في أحد الطلاب عندك أما تولوا دراسة جامعية نعم. قدم توجيهي نعم نعم. يعني الجانب التأهيلي سيدي نعم. الجانب التأهيلي أو بما يتعلق بالتعليم يعني وصل عندنا 56 شخص تقدموا بدورة السابقة أو اللي قبلها على ما أذكر بالتوجيهي وجابوا معدلات وجابوا معدلات نعم وصل 82 نعم. وسعينا لأحدهم إنه حال الإفراج عنه عملنا منافسة بينهم نعم. وكان يعني الجامعة العربية المفتوحة تقدمت نعم. راجعنا الرئيس وسمح بأن يتم ابتعاث هذا الشخص بمنحة لمن يفرج عنه وكان مسلكه جيد نعم. ونجح بالتوجيه داخل المراكز الإصلاح نعم. والتأهيل نعم. نعم. وهي الآن طالب في الجامعة نفسها وعلى نفقة الجامعة. دكتور قطيشات الله يمسيه بالخير اللي هو رئيس الجامعة دكتور محمد رسول القطشات نعم، نعم، يعني هذه تفاعل سيدي تفاعل المجتمع المحيط والمحلي من مؤسسات مدنية ورسمية ومجتمع محلي مع أن نسلط كانت الفكرة عندي أن نسلط هذه المؤسسات والأضواء على هذه الفئة من المجتمع الأردني بداية نعم. رحنا شرقنا ولا غربنا هم أردنيين أبنائنا وطالعين من هالمراكز طالعين والمجتمع سيحتويهم من جديد فإذا إحنا عالجنا هذه الفئة وبذلنا ما بذلناه لغاية تغيير مسلكهم والنظرة القاتمة السوداوية على أنه هذا عليه 5 قيود وهذا عليه 12 قيد طيب ما هو هذا وين تربى في بيت مين في بيت واحد صحيح. من بيوت الأردنيين وصار محتال أين كنتم عندما بدأ بالقضية الاحتيال الأولى طيب الثانية والثالثة نعم. أنا وأنا ضابط بعد جنائي نزلت واحد بأربعين قيد سرقة مكاتب أربعين بالسرقة رقم 40 مسكنا ودعنا إلى القضاء وكان أول 40 قيد عليه وراء بعض
طب وين أهله؟ وين المجتمع؟ وين الجيران؟ بدي أسألك يا باشا. نعم. كم عدد المحكومين بالإعدام في السجون في مراكز؟ والله العدد الآن قابل للزيادة وليس للنقصان، لأنه ما يعني موضوع تنفيذ عقوبة الإعدام الآن لها أصول قانونية وإجرائية. العدد كم؟ كعدد أتوقع 240-243 يعني بهذا الأفرج، لأنه ما هو تصدر أحكام سيدي الجديد، يعني عشان هيك أنا حكيت احنا لا نريد ان ندخل في فلسفه عقوبه الاعدام واثرها، احنا هذا موضوع بنتحدث فيه في مجال ثاني، لانه قلت لك التشعبات كثيره والاراء كثيره متفاوته ولها يعني عدة مثل هؤلاء بهل هذه الفئه. هذه الفئه انا كان قراري انه يعني نحاول ندمجهم مع باقي النزلاء بفئه معينه، لانه ليس كل من هو محكوم اعدام من ذوي القيود. لا يا سيدي، لا تفكر بهذا الكلام ابدا. في كثير محكومين اعدام اول قيد، اول جريمه ارتكبها قتل، صارت مشكله وقرر الثأر ل مثلا من يخصه ممن قتل سابقا في قضيه سابقه، قرر الانتقام وانطبق عليه مثل ظرف القتل العمد. متى اخر مره نفذ حكم اعدام؟ قديم والله، قديم بال 2017 اظن اخر مره 2017. انت بعهدك؟ لا 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 ما كنت بعهدك. لا لا لم نعدم احد عبد لم لا لا لم, لم, لم ينفذ. لكن هذا اخر 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 حكم اعدام بال 2017. ما هو هي انا حكيت لك انه مثلا موضوع البلطجه، هاي بالتشريع التعديل الجديد لقانون العقوبات اعتبروا حطوا عقوبه الاعدام، وهو احنا بال2022 حط عقوبه الاعدام، هذه سياسه مشرع، وتنفذ هذه العقوبه او لا تنفذ سياسه المعنيين. اما العقوبه موجوده، وهناك من يستحقها وهناك من يستحقها. اذا بدنا ندخل بتفاصيل موضوع عقوبه الاعدام تنفيذ او عدم تنفيذ، أنا سؤالي لها مرجعيات مختصة. أنا سؤالي رأيك الفني، لكن رأي الفني إنه هل تعتبر عقوبة الإعدام رادعا؟ أكيد رادعا، أكيد رادعا قولا واحدا. يعني ما مني أنا شخصي، أنا أتحدث الآن بصفتي، أنا متقاعد من جهاز الأمن العام وعاشرت الكثير من المجرمين، وشاهدنا ويلات من كانوا ضحية للقتل من خلال جرائم ارتكبت ضد أبنائهم. شفنا أمهات ثكلة، وأنا شخصيا حققت معهم مسيرة 36 سنة بالأمن العام، وشفنا شو الألم الذي أوقع بهذه الأسر. وبالتالي عقوبة الإعدام ليست يعني جانبا سلبيا تسجل على المملكة الأردنية الهاشمية، لأنه أو التشريعات الأردنية، لأن هذه العقوبة موجودة يا سيدي في كل الدول. وأنت تعلم هذا الكلام والكل يعلم هذا الكلام. مع كل الـ يعني الاحترام للآراء الأخرى ولمن المنادين بعدم تنفيذ هذه العقوبة، لكن إحنا دائما هذه العقوبة لها فلسفة، وما أوجدوها في عام 2022 إلا لنجاعتها، وحتى يكون لها أثر في ردع الآخرين من أن ترتكب أو أن تقضي على حياة شخص آخر بخبرتك دون هذا الإعطاء. بخبرتك وخدمتك الطويلة وفي كل المجالات الأمنية والحقوقية لما بكون في عنا 240 حكم إعدام، استضفت هون سماحة اللواء الشيخ محمد الغول، واقتبس منه، قال أبو نبيل هذول 239 أحد الأرقام، ورقم آخر قال 259، أيا كان الرقم، خلينا نأخذ الرقم القديم، قال هؤلاء ما ارتكبوا مخالفات سير. لا طبعا، ارتكبوا مخالفات طبعا، يعني جرائم أزهق روح إنسان بغير حق لها الأبدان وبأعلى الأوصاف القانونية المشددة. لأن عقوبة الإعدام لا تفرض إلا على أربع حالات شددها قانون العقوبات المادة 30. أنا بدي أخذ خبرتك المجتمعية. يعني عندما نرى في مجتمعنا مثل هذه الجرائم، كيف تقرأ يعني سيدي الوضع الجرمي؟ أنا بقول لك بشكل عام، يعني الآن إذا بدنا ننظر إلى الأردن،
الأردن تعرضت إلى ظروف وإلى دخول العديد من الإخوان العرب والجنسيات، وتطورت أساليب كثيرة على مستوى العالم في الجريمة، وكان وجود الأجهزة الحديثة والنت والألعاب وأيضا بعض المسلسلات اللي أثرت حتى في نفوس السوشيال ميديا، كان لها تأثير كبير على موضوع مسلكيات هؤلاء الأشخاص. يعني إذا بتتفاجأ إذا بقول لك إنه أنا حققت في قضية جريمة قتل عمد في إحدى المحافظات كانت بسبب حضور القاتل لمسلسل وادي الذئاب. نعم، وادي الذئاب قتله وعاش الدور إنه من الأسماء الموجودة بالمسلسل، وأخذ هالرجل وأطلق عليه النار ودفنه واختفى إلى أن تمكننا من يعني أعاننا الله في الكشف عن ملابسات هذه القضية وتحويله إلى القضاء. الهدف الرئيسي أنا سمعته منه شخصي إنه عايش دور رئيس العصابة، وللأسف كثير من وسائل الإعلام التي تبث مثل هذه المسلسلات، مع احترامنا لكل يعني الميديا بشكل عام أنا أحترمها وبقدرها وبقدر رسالتها، لكن أن ننتقي النوعية التي لا تؤثر عقل يعني على 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 عقول الناس خاصة في سن المراهقة، فيتوجهوا إلى تقمص شخصيات قوية وإظهار الزعران والبلطجية بأنهم يعني هم الأبضيات والزقرتات اللي لازم يكونوا يعني القدوة والفزعة، وبالتالي عاشوا هذه الأدوار وارتكبوا جرائم قتل. والله تكررت هذه الجريمة مرة ثانية بنفس الطريقة على مسلسل ثاني. فيعني هذه الأسباب كثيرة سيدي، الأسباب كثيرة للجرائم. العنف له أسباب كثيرة جدا، يعني في أسباب تتعلق بالاقتصاد، البطالة، المستوى التدريسي التعليمي. إذا بقول لك إنه في شيكاغو بنهاية التسعينات أحد العلماء الفيروسات أراد أن يقارن بين خريطة انتشار الفيروسات والأمراض المعدية وما بين بعض الأحياء في شيكاغو التي تنتشر فيها الجرائم بشكل كبير جدا. ذهب إلى هذه المنطقة ووجد أن هذه الفيروسات متفشية والأمراض متفشية في هذه المنطقة. بلش يعمل دراسة، وجد تشابها بين خريطة انتشار هذه الفيروسات وبين خريطة انتشار الجرائم في تلك المنطقة. عمل دراسة وبلش يعالجوا الموضوع الفيروسات وتحديد الأشخاص والاهتمام بهم ورعايتهم، إلى أنه اكتشف أنه نزلت نسبة الجريمة إلى 67% في ذلك الحي. هذه دراسة عالم أمريكي، ممكن أزودك لاحقا في باسمه، وفي نهاية التسعينات في شيكاغو. الأسباب كثيرة للجريمة، هناك أسباب شخصية أنه هذا الشخص أراد أن يمتهن مهنة الاحتيال، وللأسف يعني مهنة الاحتيال تصل إلى ملايين الدنانير. يعني نسبة الجريمة عندنا كيف ترى الآن؟ أنا شايف الوضع بالأردن فيه يعني في جرائم بالأردن، ولكن السيطرة موجودة الحمد لله. وفكرة إنه الجريمة منظمة بالأردن هذه فكرة مش موجودة نهائيا، يعني ولا بدي أجامل إنه إنه الوضع الأمني مستقر 100%. أنا بقول بديش أقول لك 100%، لكن أقول إن الوضع الأمني مستقر. الجهود الأمنية المبذولة من قبل جهاز الأمن العام وجميع أجهزة الدولة في هذا الجانب كبيرة جدا. انتشار مثلا موضوع المخدرات قد يكون بعض الناس يعلق عليه أسباب انتشار هذه الجرائم. كل الأجهزة الأمنية القوات المسلحة تقوم بدور كبير جدا على الجبهة الشمالية والحدودية في ضبط كثير من قضايا الإدخال الأسلحة والمخدرات. هذه الكميات لو أدخلت الأردن هذا ستدخل يعني ثغرة، لأنه يا سيدي وكافة الأجهزة الأمنية المعنية، الإخوان في إدارة مكافحة المخدرات جهود عظيمة يقوموا فيها في متابعة، يا سيدي الجمارك على مستوى إنه يعني حتى إدخال المواد الخطرة اللي حتى منصوص على بعض المواد الخطرة ممنوع، يعني ممنوع. حيازتها أنواع معينة من السكاكين،
أنواع معينة من الأدوات المضرة، عصي الكهرباء، الغاز، نعم، المسيل للدموع، هذا يعني كل الأجهزة الحكومية مشتركة وكل الوزارات يجب أن تتكافل وتتضامن، كل حسب دوره في يعني عدم تسهيل وصول أي أدوات قد تؤثر أو قد تكون سبباً لارتكاب الجريمة. المراكز الإصلاح، يعني أنا بداية علاقتي مع إدارتكم المحترمة كانت حول حقوق الإنسان، نعم، وأنا جئت من قبل المركز الوطني كأحد أعضاء مجلس الأمناء حتى أرى أبنائنا المسيحيين اللي بيقضوا، وأنا ذهلت لما رأيت الخدمات، نعم، التي تقدم، نعم، لهم وتسهيل تسهيل مهمة، نعم، رجال الدين والمرشدين، نعم. كيف رضاك عن وضعنا فيما يخص حقوق الإنسان باختصار؟ موضوع حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، نعم، المقصود، نعم، نعم، نعم. أنا يعني بحكي وأنا مطمن جدا إنه لا يساء إلى أحد، ومن صدرت منه الإساءة فهناك مباشرة يتخذ إجراء بحق أي شخص من رجال الأمن سواء بإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل أو خارج مراكز الإصلاح والتأهيل يرتكب جرم معين أو مخالفة معينة، لا أحد يتساهل معه ولا أحد يعني يحاول أن يستر على هذا الجرم، ويتخذ الإجراء القانوني. ولذلك محكمة الشرطة وعندنا ترى كان يعني صحيح في مراكز إصلاح وتأهيل تابع لها مركز إصلاح وتأهيل الأمن العام، هذا المركز لمن ارتكب يعني جرما من مرتبات الأمن العام، وأبناء الأمن العام أبناء هذا المجتمع الأردني وأبناء عائلات المجتمع الأردني وأشهار المجتمع الأردني، وبالتالي ما في حدا يعني لا يخطئ، لكن الخطأ عن خطأ يختلف، إذا تجاوز على الآخرين بسلوك جرمه القانون فيستوجب ذلك العقاب ويتخذ أشد، ما أحد بيغطى عليه طمن عليها هاي، نعم صحيح، ما في تستير على أي خلل يحدث من أي من مرتبات الأمن العام. أنا ما شاهدته باشا يدعو مجددا إلى الفخر، يعني أنا رأيت أن مراكز الإصلاح في الأردن هي عبارة عن مجتمعات، نعم، تخلو من الجريمة، كلام أنا يعني أثني عليه لأنه أنا متأكد مجتمع منه يخلو من الجريمة. أما أنتوا شفتوا وجود أنا شفت السجون في دول أخرى هي عبارة عن يعني عن بيئة تصفيات، تصير فيها تصفيات وانتقامات وثأر داخل مراكز الإصلاح، تصير عندهم داخل السجون، صحيح، يعني عندهم، نعم. أما في عندنا الوضع يعني أنا والله راضي عنه، طلعت يعني من الأمن العام، نعم، وأنا راضي عنه، وإن شاء الله الشباب يعني كلهم أكيد يعني لا يقبلوا بهذا بأي تجاوزات، وبالتالي أي مناوشات بتصير يتخذ ترى الجريمة يعني أي نزيل برتكب مثلا جريمة سرقة شيء معين تحال القضية إلى المدعي العامل برا المدني وينظر، لأنه اختصاص مكانه، يعني إذا قلنا جريمة حدثت في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة مدعي عام جنوب عمان هو تحال إليه القضية، نزيل اختلف أو تشاجر مع نزيل آخر تحال قضية جديدة له، نعم، وبنزل قيد جديد على هذا الشخص المعتدي وينفذ فيه مباشرة وهو موجود داخل مراكز إصلاح وتأهيل حال صدور حكم على القضية الجديدة، لذلك لأنه الإنسان إنسان بالأردن، الإنسان ويجب أن نحترمه، بل العكس إحنا تعبنا حتى نأهله وحتى نقنعه، فكانت البرامج أنت ذكرت نقطة إنه يعني رجال الدين المسيحي، وأيضا في عنا في جهاز الأمن العام اللي هو الإفتاء يعني كل مركز إصلاح وتأهيل هناك إمام يقوم بتوجيه رسائل دينية وأخلاقية، وانت بتعرف انه البعد عن الدين وعن الاخلاق هو سبب من اسباب الجرائم، نعم، سبب يعتبر سبب يعزو اليه ان يكون سببا من اسباب الجرائم. سيدي بالفتره الاخيره كان في عطله عيد الاضحى، نعم، سريعا، نعم، اذا ممكن يعني احنا عرفنا انه فتحتوا ابواب الزيارات الخاصه، نعم، الزيارات الخاصه، نعم، وهذه، نعم، بدأت تأخذ شكل يعني
شكل إنساني. ذكرت لك بالبداية عن موضوع الزيارات الخاصة اللي بالفطر كان عندنا تقريبا 34-35 ألف خلال فترة شهر رمضان وفترة العيد الفترة السابقة. يعني هذولا دخلوا، حتى أحد الألمان بيقول لي يعني مش معقول كيف سيطرتوا على هذه الأعداد. لكن إحنا لنا غاية، لنا غاية أن تقرب هذا النزيل من إنسانيا، من ذوي صحيح. الأهل هم مفتاح بتوجيه هذا النزيل صحيح. بأن يتصلوا معه وأن يثنوا عن أي شيء يفكر فيه، وأن يشعر النزيل بفقده لهذه الأسرة وبأبنائه وحرمان أبنائه من مشاهدته. ترى في شغلة مهمة ثانية، أن عقوبة الحبس ترى مش سهلة، يعني مش سهلة على ذوي النزلاء. يعني لما ببن حكم شخص 10 سنوات، وعشر سنوات الأم والأب والأبناء يتحركوا من سجن لسجن، زوروا أبوهم أو ابنهم صحيح. حتى يشاهدوا وحتى يتكلفوا مبالغ نقدية وعناء السفر وما إلى ذلك. الموضوع سهل، يعني أنا رسالتي إنه كل واحد بفكر بارتكاب جريمة أن يفكر بمن هم حوله صحيح. وأن يفكر بأقرب الناس إليه قبل أن يقدم على أي شيء أي نوع من الجرائم، بسيطة كانت جناية جنحة أو وما إلى ذلك، حتى ما يضع أهله في هذا الموقف وهذا، وحتى يعني النظرة المجتمعية إلى مش بس النزيل، يا ريت بس على النزيل النظرة إلى ذوي أسرة النزيل. المجتمع لا يرحم بكثير من المسلكيات، لكن يعني إن شاء الله أنه بجهود الجميع، تكاتف الجميع، أن تقوم كل مؤسسة وكل يعني إذا يعني جاز لي أن أقول أنه كل وزارة تقوم بواجبها كل مؤسسة. لنا شركاء كثير بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع وزارة العمل، مع وزارة الصحة، مع وزارة التنمية الاجتماعية، مؤسسة التدريب المهني، كثير من المؤسسات، أنتو المؤسسات، الجمعيات دعم النزلاء، جمعيات الرعاية اللاحقة. إذا تكاتفت هذه الجهود على الأقل إنه نعتني شوي بهذه الفئة، حتى ندفعهم على ألا يكرروا جرائمهم، وبالتالي هناك دور مكمل لوجود هذه الأعداد داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، دور مكمل لهذه المراكز مع باقي وحدات الأمن العام برا في ضبط الإيقاع الجريمة والسيطرة على الجريمة خارج أسوار هذه المراكز، حتى يبقى إن شاء الله بلدنا آمنا مطمئنا وسخاء رخاء إن شاء الله. باشا، الحديث معك كثير ممتع. الله يسلمك. وأنت بصماتك واضحة فيما رأينا وما يشهد له وبه الكثيرون. بنقول الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. وكل الفخر بجهاز الأمن العام وبإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وبكل القائمين على حماية هذا الإنسان أثناء عقوبته، أثناء محكوميته. هناك اهتمام به لأنه إنسان. وتحرصون على أن يعود إلى المجتمع. وقد اكتسب. مش إنه بس نفذ حكومة إعدام. قوم سلوكه يعني. وعدل سلوكه. ليكون مواطن طيب. سيدي أشكرك. شكراً. على تربية الدعوة. شكراً لك. وفعلاً نحن فخورون أننا في وطننا أن لدينا مراكز الإصلاح والتأهيل وليس لدينا سجون. الإنسان أغلى ما نملك. وأنا تجربتي مع جهاز الأمن العام منذ عام 2000، منذ أن كانت الشرارة الأولى، البذرة الأولى للاهتمام بحقوق الإنسان في وطننا، عندما أوعد جلالة الملك حفظه الله بتأسيس اللجنة الملكية لحقوق الإنسان، ورأيت من سنة 2000 حتى الآن هذا التطور الرائع الذي نفخر به. ليس لدينا سجون، والإنسان يبقى مكرما عندنا، لأن هكذا تعلمنا السماء، وهكذا يفرض علينا دستورنا، وأيضا هذه هي المدرسة الهاشمية التي علمتنا أن الإنسان هو أغلى ما نملك، وهو إنسان حتى وإن كان خلف أسوار السجن. شكرا لكم على المتابعة، ومعكم أيها الأحبة أشكر ضيفنا عطوفة اللواء الدكتور عمار القضاء، الذي أسهب
في حديثه عن تجربته الطيبة الرائعة. عمار باشا القضاء، تحية لك مجددا وتحية لكم، وإلى لقاء في الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من عين على المشرق. حتى ذلك الحين لكم كل أمنيات الخير والحب والهناء دوما. شكرا.